يمكن ربعة خمسة في الأسبوع، لأن ما كنخرجش بزاف. كنخرج نقضي الأعمال. تقريبا أنا كنشري بكية فيها 10، حنا خمسة العائلة، عندي خمسة، ثلاثة الوليدات والمرأة، وأنا هو خمسة. يعني 10 كتستعملوا أنتم يا خمسة؟ 10 على حسب، إلا سميتو راه كنعاودو نبدلو نشريو، إلا توسخات ولا هذا راه كنلوحوها، هذا هو. يعني 10 هو الماكسيموم ديال كنت الأسبوع؟ أسبوع تقريبا نقول على حسب وحدة يالله يدوز بها الدري يومين، فهمتي؟ حتى أنا كنستعملها تقريبا يومين كاع، نقدر نلوحها نقدر نعاود على حسب المصروف وصافي، راك عارف. دابا السؤال اللي عندنا ليك هو شحال من كمامة كتستعمل في الأسبوع؟ شحال من كمامة كنستعمل في الأسبوع؟ على حسب دابا الامكانيات، كاين الوحده اللي كنكون داير هاد الخياطه كنعاود نصبنها، كنحط وحده كتصبن وحده كنديرها، لحقاش هادوك اللي كنشريهم ديال تيقولوا درهم و80 فرنك، كل نهار كندير ثلاثه جوج كيتقطعوا لنا، ما مخدوميش الخدمه اللي مزيانه، كتبقى تقطع فضلنا ناخذوا الثوب وكنديروا منهم جوج ولا ثلاثه بحال هكذا، وملي كدير وحده واحد النهار تتحطها تصبن كتعاود دير الاخرى تتكون مصبنه، اما باش كندير دوك الاخرين ما خدموش لنا وديما كنضيعوا فيهم وما خداميش كتقطعوا لنا، لان ما مخدوميش بواحد الطريقه اللي جديه. وهي راه شتا في الاسبوع سبعه على حساب الخرجات ديالي، ملي كندخل الدار بطبيعه الحال راه كنحيدها. صافي ملي كنخرج ما نقضي شي شغل او لا شي حاجه راه كنديرها، راه دابا نيت عندي جوج ولا ثلاثه وفي الطوموبيله جوج، ماشي مشكله. كنستعمل حساب القرايه، فترة كنت غادي للسونتر ولا غادي قاري خاصني ناخذ شي كمامه ولا جوج، شي واحد تقدر دير في الصباح اللي كنتي قاري زعكين بحال هكا من 8 ل 6 تقدر دير جوج في النهار، وحده في الصباح وحده في العشيه. يعني في الاسبوع شحال؟ في الاسبوع على حساب شحال كتقرا، انا كاع ما كنخرج بزاف، اللي كنتي كتخرج راه خاصك عارف شنو دير واحد، تقدر تستعمل شحال 7 8 كاع في الاسبوع. 7 الكمامة حتى 8 في الاسبوع. وكاين الريحة؟ نقدر نقول لك 6 6 6 حتى 7. علاش 7 هذا؟ لان انا ملي كنكون في الخدمه كيكون لا سيباراسيون ولا ما كنستعملهاش، كنكون بعيد على لي بيرسون اللي هما معايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.